بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ازيكم عاملين ايه؟ النهارده ان شاء الله هنبدأ في الكورس الثاني معانا اللي هو إدارة المخاطر واختيار المحافظ الاستثمارية. الكورس ده بيتكون من 5 محاضرات. ان شاء الله هناخد اول محاضرة النهارده اللي هو ميجرينج ريتيرنز، اللي هو قياس العوائد. محور المحاضرة النهاردة How do you compute the return on any asset؟ كيف تحسب المرتجع أو العائد على أي أصل؟ What is holding period return؟ اللي هو العائد الفتري للملوك. What is difference between arithmetic mean and geometric mean؟ اللي هو الوسط الحسابي والوسط الجبري، الوسط الحسابي الجبري والوسط الحسابي اللي هو بالطريقة العادية. مظبط الكورن شيت اكسل هنشتغل من خلاله. consider the following distribution of returns of stock. بقول لك ده عبارة عن اللي هو عوائد توزيع عائد الأسهم خلال السنة الأولى، دي هتبقى ماينس 10% السنة الأولى، السنة الثانية 20%، السنة الثالثة 30%. What is geometric mean return of stock over 3 years؟ عايزين نعرف معادلة الجيومتريك مين. الجيومتريك مين يا جماعة اللي هو الوسط الحسابي بالطريقة الجبرية. ازاي اجيبه؟ بطريقة بمعادلة بسيطة سهلة. هنفتح قوس 1 + r جي. ار جي معناها ريتيرن بالطريقة الجيومتريك، خلاص. وعايز يعرف العوائد على الأسهم خلال 3 سنين. واحد بلس ار جي هيساوي، هنفتح قوس تاني، 1 + r 1 السنة الأولى، نقفل القوس، افتح قوس تاني، 1 + r 2 السنة التانية، افتح قوس تاني، 1 + r 3 السنة التالتة. ده أنا زي ما هو عندي هنا 3 سنين بس. أنا لو عايز أزود بعمل برضو حصل ضرب 1 + r 4 لغاية الآخر. فهو يفترض هنا إن هو إيه إلى ما لا نهاية. هنكتب هنا 1 + r t، t معناها ما لا نهاية. وهنقفل القوس، وهنقفل القوس خالص، هنحط اس شيفت 6 1، هنقسمه على t اللي هو عدد السنوات. ده هو القانون بتاع الجيومتريك مين اللي هو الوسط الحسابي بالطريقة الجبرية. لما نيجي نعوض في المعادلة بتاعتنا هيبقى الطريقة سهلة بسيطة. هنيجي نعوض هنا، ده في المساحة الواسعة دي، وهنا 1 + في الكوبي تحت معانا، تمام. ده هيتساوي كام؟ ده هيتساوي نفتح قوسين، 1 + يعني 1 - 10%، افتح قوس تاني، 1 + 20، في القوس، افتح قوس تالت، 1 + 30، نقفل القوس، نقفل القوس، شيفت 6، 1 على 3، 1 على 3، 1 على 3، ده هو 3 سنين. تمام. لما نيجي نعوض هنا، لما نيجي نعوض طبعا هنيجي نعوض ازاي؟ نحط علامة يساوي، 1 + 10% هيديني 9% طبعا هنفتح القوس خلاص بقى، احنا بنعوض في، هنضربها في 1 plus يعني 1.2 في 1.3
هنقفل يعني القوس، هندوس شيفت 6 اس 1 على 3 هيديني 33، 333 من 100. لا 33 من 100 سوري، هيديني 33 من 100. لما تقسم 1 على 3 هيديني 33 من 100. تمام، دي المعادلة بتاعتي. هيديني هنا انتر، كلام زي الفل. يبقى لما نيجي نعوض هنا يبقى الار جي، الار جي هتساوي، الار جي هتساوي كام؟ هتساوي الناتج ده ماينس 1، هتساوي ده ماينس 1 طبعا اللي هنا ده هيجي الناحية التانية ماينس 1، يبقى هيديني كام؟ هو ده ال RG بتاعنا اللي هو الوسط الحسابي. طبعا انا لو هضربها في المية ف في المية هيديني كام؟ هيديني تقريبا 12%، هيديني تقريبا 12%، الوسط الحسابي بتاع 12% بالطريقة الجبرية اللي هو ال RG. يبقى عوائد، العوائد بتاعت العائد من الوسط الحسابي للسهم، عائد السهم متوسط، عائد السهم متوسط، عائد السهم خلال 3 سنين، متوسط عائد السهم خلال 3 سنين 12%. طب متوسط عائد السهم بالطريقة التانية اللي هي الأرثماتيك مين؟ الأرثماتيك مين يا جماعة اللي هو يعني أجمعهم على عددهم، يعني الـ R إيه اللي هو الأرثماتيك معدل الوسط الحسابي بالطريقة التانية العادية، الـ R إيه هنا هيساوي ماينس 10% هدوس زائد 20 زائد 30، ده كله أهو هنحطه ما بين قوسين على عددهم طبعا العادي المعروف بتاعنا على 3 هيديني كام؟ هيديني 13، 33 عادي بالنسبة للفرق. مفيش اختلاف يعني لو قربناها هنا فورمات هو تقريبا 13% يعني تقريبا 13% 13%. تمام. في طرق تانية لحسابها من خلال الإكسل طبعا ليها طريقة تانية اللي هو الأرثماتيك مين. الأرثماتيك مين ليها طريقة تانية، أنا بدوس مثلا اللي هو علامة اللي هي الإبسلون، اللي هي علامة الإبسلون هي هنا مفروض فورمولاز آسف خالص العلامة بتاعتنا ايه؟ الوسط الحسابي اللي هو الأفريج، الأفريج أو طريقة الأفريج أو يساوي الأفريج، الأفريج إيه الأفريج بتاعنا اللي هو دول 3 دول، هنقفل القوس وهندوس إنتر، 13% زي ما هو هنا مكتوب هو الأفريج طبعا بطريقة سهلة بسيطة اللي هو الأفريج معروف. علم عليه 13%. عشان نعرف يا جماعة إن جيومتريك مين، جيومتريك مين is average annual compounded return، يعني معنى المعادلة دي معناها average annual compounded return over past simple period، over past simple period. يبقى الجيومتريك عبارة عن average annual compounded return، يعني متوسط average متوسط
العائد المجمع السنوي، متوسط العائد المجمع السنوي، تمام؟ تمام. و measuring performance over past simple period، measuring performance over past simple period اللي هو بيقيس الأداء بتاعنا، بيقيس الأداء خلال الفترات السابقة، خلال الفترات السابقة. لكن الأرثماتيك مين، لكن الأرثماتيك مين، الأرثماتيك مين هو provides fair estimate of future expected return. يبقى يعني إيه، يعني يمد بالتقدير العادل، estimated fair estimate للمرتجع المتوقع المستقبلي إن شاء الله. فكده